مرحبا بكم من جديد مشاهدي ومتابعي وأصدقاء الشوك بطر، كل الطيور المهاجرة وكل المغتربين في دار المغترب وأرض المهجر، أجمل التحايا المسائية الجميلة بنبعث لكم على الهواء مباشرة في انتظار اتصالاتكم وتواصلكم وأكيد أصواتكم اللي دائما بنشتاق لها من مساحة لأخرى عبر أسرة الشوق مطر، كل الفريق الجميل ده اللي بيسهر عشان يكون جاهد ويسمع أصواتكم ووصل تحاياكم، وأيضا كل الناس اللي يتواصلوا معانا سابقا واللي عرفنا إنه سنوات غربتهم طويلة، أكيد إن شاء الله يعني إذا حابين يرجعوا لأرض السودان الحبيب عندهم أكيد مساحة تلاقي، وإذا حابين الاكتفاء فقط بالتواصل عبر الشوق مطر المساحة أكيد أمامكم. فقط بنستقبل اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. نأخذ أولى المشاركات. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا، كيف حالكم؟ نحن تمام، أنت كيف؟ تمام الحمد لله. عرفنا عليك، متصل من وين؟ معك الزين هذا اندريه. من وين متصل؟ من غديش. وين؟ محلية غديش. انت مقيم خارج السودان ولا داخل السودان؟ داخل السودان. مرحب بك، نحن عموما أسرة الشوق مطر والبرنامج ده خاص بالمغتربين فقط يعني. شكرا، شكرا للاتصال والتواصل. عموما تذكيرا لكل الناس المتواجدين داخل السودان، اترك المساحة فقط هي للمغتربين، بنستقبل اتصالاتهم والمساحة هي دائما بتأتي من اسبوع للاخر وساعة فقط، يعني عندكم مساحة التواصل المباشر عبر صباح البلد ومختلف المساحات الثانية اللي للناس اللي كلهم داخل السودان. عموما تحايانا بتمتد لكل المغتربين اللي دائما حريصين انهم هم يتابعونا ويشاركونا، و أيضا نستمع لكل أصواتهم ومساحة التهاني والأماني لكل أهلهم وأحبابهم عبر مساحتهم الخاصة من الشوق مطر. فقط تواصلوا معنا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وفي انتظار تواصلكم أكيد المباشر وقراءة أيضا الرسائل عبر صفحتنا على الفيسبوك الشوق مطر. تحايانا لكم. نرجع لخطوط الهاتف وناخذ اولى المشاركات من على خط الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا، معك احمد الغرشي. من وين؟ من الرياض السعوديه. حبابك حبابك، مرحبا بك. من ديوان الطباق ريف الحصحيصه. حبابك، كيف احوالك؟ والله لما نتابع برنامجكم ده بنكون يعني كاننا في البلد يعني. يا اخي الله يديك العافية، وده يعني قصدنا انه تكونوا داخل السودان. والله بترجعونا للبلد يعني وبتخففوا عننا حاجات آلام كثيرة من الغربة يعني. ارفع صوتك، صوتك بعيد. بتخففوا منا، بتخففوا علينا من الغربة الحارة دي شديد يعني. اي والله كده. أول شيء نتعرف عليك وسنوات غربتك كم؟ 33 سنة غربة في الرياض. اها، وجيت آخر مرة بتين السودان؟ قبل 12 سنة. يا زول والله بس العيال معاي وموجودين و 12 سنة انت ما شفت السودان؟ 12 سنة ما رجعت السودان. يعني اتغير تغيير كتير جدا جدا. تغيير شديد، تغيير شديد جدا جدا. وليه قطعت كده يعني؟ الأسرة الكبيرة الممتدة ما جوا السودان يعني، ما مشتاق لهم؟ لا مشتاق لهم والله، متواصل معاهم 24 ساعة. اي لكن التواصل التلفون والتواصل الالكتروني والمختلف بالسوشيال ميديا ما كفاية ولا شنو؟ والله ما كفاية يعني، الحين بنتمنى ذات ونحن ننهي الغربة دي ان شاء الله قريب، والحمد لله بس انه كانوا شاغلين الاولاد والجامعات. نعم. فعندنا الحمد لله عندنا اللي تخرج واللي تزوج ما شاء الله وولد الحمد لله، وهسه عندي اللي بيدرسوا، عندي مصطفى في بريطانيا بيدرس هندسه مدنيه ما شاء الله، ربنا يبارك لك، بيدرس طب كرري. نعم. في السودان، عندي ضفع الله في جامعه الزقازيق مصر يعني. فالواحد يعني بس لانه هذا سبب التاخير عدم العوده الى البلد، لكن الحمد لله بقينا على خير وان شاء الله بعد ذاته احنا اقتصر الغربه خلاص يعني. الحمد لله الاولاد الكبار عندي منتصر الحمد لله، خلص جامعه الجزيره وشغال ومغترب برضه محمد. نعم. ومازن
طيب الحمد لله. اولادك ديل ما شاء الله، يعني انت ذكرتهم لنا في دول مختلفه بيدرسوا والفيهم يتزوجوا ما شاء الله انجب، هل هم برضو انقطعوا عن السودان ولا كانوا في زيارات متواصله؟ لا 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 والله والله الحين بنخليهم هم مواصلين، بس انا اللي ما رحت الحين. انت البعيد. مهند ده جاي له 15 يوم، ومنتصر ده جاي له 6 شهور، ومصطفى ده بس في بريطانيا تاخر شويه عشان اخذ اللجوء واخذ الوين ودخل الجامعه بيدرس في جامعه بليز هندسه مدنيه. نعم. عموما يا احمد كل التحايا والاشواق. عندي محمد ومازن مستقرين في السودان وفاتحين محلات تجاريه. ما شاء الله ما شاء الله. طيب الحمد لله يعني. الغربه ادتنا لكن برضو اخذت خصمت مننا منكم شبابنا. صح فعلا، هي بتدي وبتخصم في نفس الوقت. تحياتي تحياتي واشواقي للسودان، واتمنى واتمنى اتمنى من جوه قلبي ان السودان يتحسن مما عليه، يعني نحن نتمنى تعود ان شاء الله الايام القديمه الزاهيه دي تعود اللي عشناها نحن زي ما خليته قبل 12 سنه يا احمد. نتمنى السنين اللي عشناها نحن في السودان نعم، والحب اللي عشناه في السودان اجيال اللي قادمه دي تعيشه ان شاء الله، والاستقرار يعم والحاله السياسيه دي تستقر ان شاء الله. والله اكثر زول انت مشتاق له منو يا احمد و12 سنه ما شفته ومتمني لحظه تلاقي وانك انت تشوفه؟ ليه تراب السودان. يا سلام. انا اعز السودان واموت، واتمنى لو ربنا كتب لي عمر امشي واموت في السودان يعني. ان شاء الله بعد طول لكن ان شاء الله عمرك اتصل قريب ان شاء الله يعني. الحمد لله نحمد الله، الحمد لله كويسين جدا جدا، ونحمد الله ربنا انعم علينا بوافر نعمته بكل شيء، ما ينقصنا شيء الحمد لله الا هو العوده بس. لكن العوده والله اللي شغلنا بس قرايه الاولاد الحمد لله، والحمد لله انتجنا وما قصرنا معاهم، ان شاء الله ربنا يديهم الصحه والعافيه لقدام ان شاء الله ان شاء الله يا رب. بنقدم على الاهل كافه في فضل. مدني وفي امدوانه وفي فطيس اخواني كلهم حمد والطريفي وسفيان وحمدان و كلهم، وسلم على ناس مدوان كلهم، احمد حموده والحاج علي الصافي دفع الله العاقب دفع الله قال الرسول، كلهم مدوان من دون فرز يعني. نعم ان شاء الله. تحياك يا احمد، اتصل وترجع ان شاء الله سالم. شكرا لك والله، تتابع برنامجكم على طول انا طوال متابع. لكن اول مره تتواصل معنا. والله تواصلت معها حالفني الحظ. اها الليلة سعيدين. الحين انا ما صدقت انه حالفني الحظ يا اخي والله، وكمان اولى المشاركات. الله يبارك فيك وشكرا لك. شكرا لك. اتمنى ربنا يخفف السيول دي عن السودان ان شاء الله، ويرفع عنهم الضرر ويجبر الضرر، وتعود الغرى لحالتها الاولى، ويعني ان شاء الله والزراعه تتحسن ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. صادق دعواتك دي اكيد والتمنيات الطيبه دي. بنختم أكيد كل تحاياك من الرياض إلى أبها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. يا هلا مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خليل كيف أحوالك؟ عليك إن شاء الله. كيف أحوالك؟ والله الحمد لله رب العالمين. تمام التمام، عرفنا عليك. بخير الحمد لله. زاهر محمد العادي. يا هلا صديقنا. أيوة كيف أحوالك؟ والله الحمد لله رب العالمين. تمام التمام، بخير زيادة والله. كيف أخبار السودان؟ والله الحمد لله ماشي الحال، يعني رغم الفيضانات والسيول والأشياء اللي هي يعني حزينة في نفس الوقت على أهلنا في ولايات مختلفة ومتفرقة، لكن نقدر نقول إنه السودان دائما هو حاضر بالتكاتف وبالتضافر وبالجهود الجماعية أكيد لأبناء السودان. أيوة ربنا أكيد. إن شاء الله يعوضهم يعني كل المضررين السنه دي. مرحبا بك، تفضل يا زاهر، وصل كل التحايا والاشواق لاهلك واحبابك. والله لا، تحايا لاهلنا بقريه الديور الدباسين. نعم. للوالد محمد العادل محمد زين. وللاخوان زكي ويوسف، والاخوات ابتسام وصفاء وصحيح. نعم. والتحايا للخيلان والخالات والاعمام والاعمات ان شاء الله. وعندنا اخونا الطيب الجبال البدوي موسى، الليله ما شاء الله خلات المال بتاعه ان شاء الله ربنا يتم له على خير ان شاء الله، يزعد ان شاء الله ان شاء الله. وعندنا اخونا عبد الرحمن سعودي، والله ده حي
يسلم عليها الأحد في السودان. نعم. علمته بهذا وقال لي إن شاء الله أسلم عليها. إن شاء الله تحياك وتحيا وتصل لكل أهلكم وأحبابكم. أحتاج أحتاج عبد الرحمن هو موجود معايا. طيب ممكن تدينا له، تفضل. السلام عليكم. مرحبا عليكم السلام. كيف يا عبد الرحمن؟ كيف حالك؟ كيف أنت كويس؟ الله يسلمك، كيف حالك؟ كيف مع الغربة؟ تمام والله، كيفكم أنتم؟ تمام التمام. ألف تحية لشعب السودان الشقيق. اتفضل. أتمنى لكم عام جديد يكون صحة وسلامة لكم جميع ومحبكم السعودية. عبد الرحمن أنت طولت؟ إيه؟ طولت؟ ما جيت السودان؟ إيه صاير لي فترة طويلة. ليك كم كده؟ يمكن أربع سنوات أو أكثر. أربع سنوات ما جيت فيهم. إيه ممكن أكثر حتى شوية. لا. اتفضل وصل تحياك. طيب شكلك مستعجل. الله اني ارجع قريب للاهل والاخوان والاخوات وباذن الله عما جد. نعم. واتمنى لكم الخير دائما ومحبكم عبد الرحمن. ان شاء الله كل تحياك تصل وترجع سالم وغانم كلكم انت وزاهر وكل الناس المشتاقين للاهل وللوطن ان شاء الله يا رب. طيب نمشي مباشره من ابها الى عسير. السلام عليكم البدري. السلام ورحمه الله. مرحبا بك البدري، كيف احوالك؟ والله تمام، مساء الخير عليك. مساء النور والسرور. جمعة مباركة إن شاء الله. علينا وعليك إن شاء الله تتبارك، كيف احوالك؟ والله في نعمة تامة تحت. الحمد لله، تفضل وصل تحياك وأشواقك. والله تحياتي لك ولكل الإفطار في قناة البلد ولكل متصلي قناة البلد في الليل وفي النهار. نعم. وتحياتي لكل الاهل بغريه البلطاء بريدي الماطوري. وتحياتي لمصلي مسجد البلطاء بريف الماطوري. نعم. وتحياتي للاخ عامر عبد العالي يوسف، عبد الرحمن عبد العالي يوسف، الابن الطيب البدري عبد العالي يوسف، والابن عبد العالي عبد الرحمن عبد العالي، وابنه البدري عبد العالي عبد الرحمن عبد العالي، والاخ ادريس فضل المولى واسرته الكريمه، والاخ عبد الفتاح جادين واسرته الكريمه، والاخ عبد العجب جادين واسرته الكريمه، والاخ عبد الله محمد عبد الله عوض الباري واسرته الكريمه، والعم عبد القادر محمد الامين واسرته الكريمه، والاخ احمد الشيخ علي واسرته الكريمه، ومحمد حمد علي واسرته الكريمه، والاخ يوسف محمد يوسف واسرته الكريمه. وتحياتي لكل الاهل بقريه البلطاب، وتحياتي للاخوان بدوله الكويت. نعم. الاخ محمد حمد النيل النعيم، وحمد النيل احمد النعيم، وللدين علي عبد الرحمن احمد، وطيب النعيم محمد النعيم شكيري بن غوثين. وتحياتي لكل من يعرف البدري عبد العال. الله يديك العافيه، تسلم كثير البدري. شكرا لك. منو معنا؟ اديكي مفترق؟ ايوه بس سريع لانه عشان ناخذ معنا خط ثاني. يلا يا قاعد مفترق. هلا هلا. مرحبا. ما شاء الله اخبارك؟ تمام والله. منو معنا؟ وقع لي المكن. حبابك، تفضل وصل تحاياك. تصدق والله تحياتي لاهلي كلهم والله. ارفع صوتك. تحياتي للاهل كلها والله. نعم. لما انا قلت لك اربع شهر انت قلت لي العكس، والله نفس العكس مشتاقين في اربع شهر. الاربع شهور زاد اسبوع صح؟ والله زاد اسبوع. زاد السنه والله. شفت كيف؟ زاد السنه عندي خلي اسبوع في اسبوع. اي والله. كيف احوالك تمام؟ والله الحمد لله نحمد الله والله. الحمد لله، تفضل مساحه لك. والله يديك الصحه والعافيه. يا حيهم كلهم والله. ان شاء الله تحياك. يلا يلا تحياتنا ليك، الله يديك الصحه والعافيه. الله يديك العافيه، شكرا لكم كثير. ان شاء الله تحياكم تصل لكل الناس اللي انتم حييتوهم عبر مساحه الشوق مطر اللي هي خاصه بكل المغتربين وكل المهاجرين وكل الناس اللي بتتابعنا وين ما كانوا. عموما مساحتكم هي حاضره واستباقا، يعني انه الناس اللي بحالفهم الحظ هم اكثر من المملكه
العربية السعودية، والسعودية هي مسيطرة في كل الحلقات عموما. ناخذ من عسير نمشي لجدة، ما شاء الله قاعدين نطوف في المملكة نحن. السلام عليكم. تمام ورحمة الله. يا هلا. تمام والله الحمد لله، اخباركم؟ مين صديقنا؟ عبد الرحمن عكاشة. حبابك يا عبد الرحمن، كيف احوالك؟ والله تمام الحمد لله بخير. الحمد لله، تفضل وصل كل التحايا للاهل. والله بحمد الاهل جميعا بالولاية الشمالية المقل. نعم. حمي العزيز محمد بخيت. وحمد بخيت والعمات عايشة بخيت. نعم. بعديها بخيت وكل الاهل بالولاية الشمالية والمقل. تحية خاصة لزوجتي العزيزة سمية محمد البشير. نعم. لغرية الكمر 24 الغرفة. وجميع الأهل من عمارة كرم الله، عمارة عبد الباري، وجميع الأهل بالولاية بولاية الجزيرة. شكرا لك كثير يا عبد الرحمن، إن شاء الله تحياك تصل. بكم من جديد اكيد متواصلين معاكم اصدقاء واحباب ومتابعي الشوق مطر وين ما كنتوا، وكل الناس اللي يمكن دائما تعودنا انه نسمع اصواتها وعبر هذه المساحه المختلفه، والناس اللي اكتفوا فقط بالمتابعه بنرحب بكم اكيد. وطيب احمد بيقول لي السعوديه، نحن فيها السعوديه من مدينه للثانيه. عسير نمشي لعسير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحمد صديقنا، الله يديك العافية. كيف أحوالك؟ تمام علينا وعليك. الله ينحمد الله. كيف الأهل كلهم؟ تكون أخباركم جمعة مباركة عليكم. أنا علينا وعليك، مرحب بك، تفضل وصل تحياك وأشواقك. ربنا يصلح غاية تمطر خير وبركة، ربنا إن شاء الله دعنا كفتهم إن شاء الله المطر يتحرك إن شاء الله. الليلة غايته ما عندنا مطر نحن. لو التلاقي لا أمطار ما، لكن كويس الاخبار بالتلفونات بتابعنا ولا غين؟ لا تمام. لا عندما مرت البيوت عندهم. ان شاء الله الاهل طيبين كلهم. لا كويسين، طب ما عندنا اي حاجه لكن. اتفضل وصل تحياك لهم. يعطيك ابيك والبيوت الله كل سنه ما في. اتفضل. بس للثاني للا كلهم بغريتهم قرقور الشعب عبد الباقي النيل. للوالد الوالد الاغرى الشعب الميل الشعب الشعب الباقي الوالد العزيز. فاطمه الشوقي اسم الله الشيخ احمد الشعب. الزوجة العزيزة رحمة عبد الله عبد المجيد والأبناء وللأخوان والأخوات وللخيلان والخالات وللعمام والعمات ولجميع الأهل بغرية مقرقور. عندنا الأهل برضه بغرية البشير وبانت اللي الحاجة مليها وجدودي بالرضي، والأهل بغرية كادوس برضه نقول لهم أمطار خير وبركة، وربنا ثبت غايته إن شاء الله أمطار تكون أمطار خير وبركة، يكونوا تضرروا نرسل لهم شبكة اللي عندها المزبزبة. والأهل برضو بغرية عبود وفعل هاي تقول للأهل شلون تحياتنا وأشواقنا كلهم بدون فرق كبير. إن شاء الله تحياك تصل يا أحمد. أحمد شكرا. برضو الأخوان في المملكة هنا عبد الله محمد العبيد درس لأولاده في الكلاغلة، والعم الأمين أحمد عبد المجيد برضو درس لحياته لأولاداته ووالدته وأخوانه وأخواته. برضو معنا عبد الله الإمام برضو من هي الجارين المناقب برضه في التحيات لوالدته ووالده كل الاهل. ان شاء الله تحياك تصل، شكرا لك كثير يا احمد صديقنا من عسير، كل التحايا لكل الطيور المهاجره وكل المغتربين، وبالاخص اللي عودونا دائما انهم هم متابعه ومرافقه وسماع اصواتهم واهداءاتهم عبر مساحتهم الخاصه من الشوق مطر للجاليه السودانيه وكل الطيور المهاجره داخل المملكه العربيه السعوديه، اللي دائما بنطوف من مدينه الى اخرى بنوصل مختلف التحايا. والمساحه اكيد هي مشرعة لكل السودانيين في كل بقاع الأرض، أكيد بننتظر اتصالاتهم بفارغ الصبر وبنحاول أنه نستقبل اتصالاتهم، لكن شوية الخطوط ما بتجمع معاهم. إن شاء الله نسمع أي مكالمة من أي سوداني في أي مكان. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم. الو، معنا اتصال. عليكم السلام. طيب اذا ما معنا اتصال نقرا الرسائل لحد ما تجينا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يلا ارفع صوتك.
اسمعنا من سماعة التلفون. ايوه ايوه من سماعة التلفزيون. مينو معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. معكم طارق احمد. معكم طارق احمد رحمه. مرحبا بك حبابك يا طارق، من وين بتكلمنا؟ بكلمكم من المملكة العربية السعودية من خميس مشيع. صوتك ما سامع انه، ارفع صوتك. ايه التغطية هنا الامطار طبعا والجبال. ايوه بس ايوه كده انت تمام 100%. كده كده الصوت واضح يا لا لا 100% كده سامعينك. منور الشاشة يعني. بنورك تسلم. طيب انت لك كم كده من السودان؟ انا لي 3 سنين يا دابي. حلقة الليلة ما شاء الله 12 سنة وأربع سنوات وثلاث سنين ما شاء الله. أرغام فردية وزوجية. مطولين مطولين. الله مطولين الأوضاع البلد والظروف الحافة عارفة مرة. أنت شكلك كده ما عندك ذات النية دي صح؟ والله النية فيها عشان ربنا يشتكي لها بس على الله. إن شاء الله إن شاء الله تجي. حتى لو كانت زيارة أو إجازة بس يعني ما بنقول لك تعال اقعد 100%. حتى لو كانت 3 شهور بترضي أو 4. نعم بترضي. تفضل وصل تحياك وأشواقك. الله يسلمك، والله بوصل طبعا لله. التحيات والاشواق لكل الاهل بالجزيره شرق الجزيره بقريه العزيبه، كل الاهل الوالده وجميع الاخوان والاخوات والزوجه والولد لابني محمد وجميع الاهل طبعا بالمنازل. ان شاء الله ربنا يجعلها امطار خير وبركه عليهم جميعا ان شاء الله، بس ما يكونوا متضررين اهلك اللي في المناجل. لا لا الحمد لله الحمد لله بعيدين، لكن نسال الله يوفيهم اولاد البحر ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. تحية للغنى كلهم طبعا التيم العامل كل أسرة الشوق مطر كل الفريق العامل بحييك. أي والله والله بنحييه لأن بنقول لهم الأحداث الحقيقية طبعا في السودان. طبعا طبعا قناة البلد هي حاضرة بكل ما تعكس الصورة من حقائق ووقائع بتدور في الواقع السوداني وفي كل مكان عموما. صحيح والله حقيقي فيلم لازم كان متابع عشان تبين الواقع. الله يديك العافية. أكيد 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 هي لعكس الحقيقة ولعكس كل ما يدور الآن في السودان من أحداث سياسية اقتصادية. إن شاء الله البلد تستقر تتحسن الحال والأوضاع كلها. إن شاء الله إن شاء الله بيصادق دعواتكم دي أكيد للوطن. اللهم آمين. هاي الله نزل الله ندعو لكم كلكم. الله يديك العافية، شكرا لاتصالك وتواصلك. شكرا. طيب نمشي للطائف. السلام عليكم. الو السلام عليكم. نحن لسه طائفين داخل المملكه. مرحبا عليكم السلام. استاذه أمل كيف حالك؟ حبابك انا تمام، انت كيف؟ الله يحييك استاذ أمل، ياخذ تحيه للجميع خاصه الكواليس بهذا صديقنا عبد الجبار صح؟ اي الله يحييك استاذه. ايوه شفت كيف؟ حافظ اصواتكم. اي أيوة والله يا من طيفكم يعني حقيقه يعني الناس اللي بتسجد وبتزعل من الناس يعني حقيقه يعني يمكن اقول لك هذا الغناء يعني اتنوعت بكله يعني طيبه واخلاقك. الله يديك العافيه، مرحب بك صديقنا عبد الجبار، وكيف عامل الايام دي مع الغربه؟ والله الحمد لله يا اخي الايام دي في الطائف الاجواء يعني امطار واجواء جميله جدا يعني، ونتمنى لهم برضه يعني خير وبركه ان شاء الله هنا تكون موجوده في السودان يعني، وربنا يسلمنا من الطوفان ان شاء الله يا رب. صادق التحايل للاهل، تفضل المساحه لك. التحيه لك استاذ امل، والتحيه لاسرتي، والتحيه لكل المشاهدين، التحيه لاهالي في المرضى محليه القطينه الابو، والتحيه لوزيره الداخليه انا بحييها الزوجه، والتحيه للاخوات، والتحيه لوفوه القطينه انا بحييها. نعم. والتحيه لفضيله صلى المولى واحمد المبارك والذين من طيبه، والتحيه لاخونا بقول لهم ان هي بحيوه يا لمين، والتحيه لكل الشباب يعني في الغنم المذكور اساميهم برضه بنحيوه، والتحيه خاصه يا اخي لولد الخال محمد عز الدين وعمر والذين عز الدين في الهند في عمليه، اقول يا اخي ربنا ان شاء الله يا اخي يرد غربتك وربنا يواليك الصحه والعافيه، والتحيه يعني لكل المشاهدين في الداخل وفي الخارج وبالتكباشي بحيها. استاذ امل يا اخي عندي تحيه خاصه كده او بغض النظر اسماء في السعوديه يعني، تحيه لذات الوزير معانا في الطائف وكل الشباب اللي في الرياض بحييهم، والتحيه لابراهيم من السمرة وبلا حامد من الحميو وكل المجموعه دي يعني احنا في تجمعنا الغربه بحييهم بشهدوكم، والشيخ الخليل بحييه،
واقول يعني بس رساله بسيطه، نحن في جو المطر يعني كل دول احنا الحساب دي هم حاجه، والناس يعني بالدعوات من الارض المقدسه ترفع مننا البلد. يا سلام يا سلام عليك، خوفك وحرصك على كل السودانيين اخوانك معاك في الغربه عموما اللي بتعرفهم واللي ما بتعرفهم، ان شاء الله ربنا يحفظكم كلكم. وبعدين يا استاذ امل بس في كده رساله بسيطه، يعني انا داير اقول لهم احنا يا اخي المطر في السودان ما يتفاجئ مننا، لازم الناس تعمل له حساب، ونحن الشغل يعدي على خير. يعني هي رسائل يمكن اقول يعني هذا القناه كاميرات واصله يعني، ومعليش يعني ما ناخذ من المشاهدين. لكم مني مليون سلام. الله يديك العافيه، شكرا لك كثير يا عبد الجبار، وكل التحايا الصادقه منك لكل الاهل وكل الاحباب والاصدقاء، شكرا لك كثير. طيب من التلفونات نمشي لصفحة البرنامج على الفيسبوك نقرأ الرسائل وتاني نرجع للاتصالات. طيب نقرأ أولى الرسائل معانا، رسالة من عمر محمد الفكي ود الفكي، بيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير والسرور أستاذة أمل، التحية لك والتحية لكل أسرة طاقم برنامج الشوق مطر، تحياتي لكم والتحايا الصادقة للأهل بالقرية 23 غفار، وإلى كل من يعرف عمر محمد الفكي، ولا جميع الشعب السوداني برسل تحياتي من المملكة العربية السعودية والتحية لكم، شكرا. طيب رسالة ثانية من عبد الباقي خليفة، بيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عبد الباقي خليفة العامري من المملكة العربية السعودية، صديق البرنامج، برسل كل التحايا للأهل بقرية العامري، والتحية موصولة للوالدة أم الحسين عبد الوهاب، إلى العروسات بنات الخال شاهندة وشهد، والتحايا لكل الأهل والأصدقاء ولكل من يعرف عبد الباقي خليفة العامري. طيب رسالة من آدم بيقول مع أول التحايا والتهاني لكم صديق جديد لأسرة برنامج الشوق مطر، بنقول لك حبابك، بحيي الزوجة الغالية إنعام والابن أكرم والابنة تنوير، وبحيي كل الأهل في المناقل والأخ محمد عوض السيد دفع الله بقرية الشكابة، وكل التحايا لكم الصادقة، شكرا. طيب بتتواصل قراءة المزيد من الرسائل على صفحتنا على الفيسبوك، رسالة من مكارم بيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صديقتكم مكارم من المملكة العربية السعودية، جمعة سعيدة عليكم، بحييكم والتحايا الصادقة لكل أسرة الشوق مطر، بتقول ربنا يصلح حال بلدنا الحبيبة السودان، وربنا إن شاء الله يلطف بعباده كل المضررين جراء السيول والفيضانات، برسل تحياتي للأهل بالسودان وللأهل بكردفان وقرية الفيحاء، إلى الوالد والوالدة والأخوات والأخوان، الله تحياك تصلي يا مكان. طيب رسالة من محمد السيد الشيخ بيقول هو بحيي كل أهله وأحبابه، بيقول لهم الشوق ليكم طال، والشوق مساحاته طويلة رغم المسافات يمكن ساقة الزمن، التحايا لك أكيد، وبحيي كل الأهل بالسودان وأسرة برنامج الشوق مطر، والتحايا الخاصة للوالد والوالدة والأخوان والأخوات، وتحية أيضا إلى رفقاء الدرب بدر سعيد البلة و صديق الطفولة محمد حسن محمد زين، وإلى ابن عمتي الغالي خالد محمد أحمد، والتحية موصولة إلى الخال البشير والعم عبد القادر والكل من يعرف محمد السيد الشيخ. مشاهدينا ومتابعي وأصدقاء الشوق مطر وين ما كنت، دي كانت مساحتنا الحاضرة معكم ليوم الجمعة، الليلة قلبنا فيها كل الرسائل اللي مرفقة من على صفحتنا على الفيسبوك، وأيضا استمع للعديد المساحات والأصوات من كل الجالية السودانية، كل الطيور المهاجرة المغتربين داخل المملكة العربية السعودية، تحيانا بتمتد لكل السودانيين وين ما كانوا، في كل القارات في كل المدن،
في كل الدول. بنحييكم اجمل التحايا الصادقه من اسره برنامج الشوق مطر، شاكر وايمن واحمد، وتحياتي ايضا امل خليل، والتحايا ايضا من سامي وعبره ايضا هندسه البث المباشر. لحد ما نلقاكم ان شاء الله الجمعه الجايه نفس الزمان والمكان.